اهلا وسهلا بقناة رورو جيمز. اليوم راح نلعب ساكورا. اليوم بدي اشوف 3 كودات نسوي مقارنة فيهم ونحكي مين اول ومين احلى ومين اجمل. خلينا نشوف اول واحد، شوف اذا بزبط اصلا. 96 90 7 0 1 6 3 9. اوكي نشوف نشوف هذا ولا لا. نبدأ من الأول عن جد، نبدأ من الأول مش هنبدأ من الثاني. 4 2 1 6 7. اثنين 4 0 0 8 6. اوكي نشوف. اوكي هاي اول محل، هذا شكله انت تسوي بوز. هذا اول محل، محل ميك اب. فخلينا نشوف اول محل، محل ميك اب. نشوف هاي، ايوه هاي الميك اب، هاي حمرة، هاي بعرفش ايش بس يعني مكياج شكل زي براند ابصر شو. هاي مكياج، هاي يمكن مناكير مثلا. تمام، محل صغير وفي كثير اشياء وحلو جميل وعجبني فوق. اوكي حلو حلو، هسا نبدأ بالثاني. نبدأ بالثاني. 5 2 1 6 9 0 90 7 0 1 6 3 9. إيه يكون كتبت غلط؟ ما حطتش الواحد. 1 6. اوكي حلو. اوكي هاد شكله محل اكسورات، محل جيلوري. اوكي حلو، محل ذهب وفضة. تمام شكله كبير حلو، في زي سكان هذا الكود. ما في اشي هون، هنا فاضي، هنا فاضي فاضي، هنا من قدام. هاي المجوهرات، محل جوهرات. حلو حلو حلو. اوكي هسا هذا محل جو، محل ذهب وفضة بس يعني هو كبير وفاضي بس حلوين حلوين أشياءه. هسا بنروح نشوف آخر محل. اوكي 5 7 1. اها 9 8 3 7 4 1 2. اوكي اوكي هاد شكله محل اكل، محل اكل. هاد شوف زي بوز. ايه اوكي هاي محل اكل، محل اكل. اوكي خلينا نشوفه. محل هاي خبز، مخبز
شكل مخبز وكيك. هاي السلات عشان تاخدوا، هاي الكيكات، هذا الكاش، كمان كيكات، خبز ودجاج. شو شو هاي سمبوسة فوق. شو هاد كروسون عجيب وكيكة ملونة وكيكة مربعة ودوائر، ما بعرف كيف كب كيكة صغير بس حلو يعني مش سيء. بس انا بحس الميك اب كان حلو اول اشي. ما بقدر اقعد بالكراسي هاي. لا اوكي بقدر اقعد، بس ايش اقعد هيك؟ احط رجلي تحت الارض يعني على الارض. ليش هون؟ ليش جنب الجنب؟ ليش جنب هاي المحطة؟ ليش يعني؟ لا مكانها مش كتير حلو، حتى المكان اللي تبع الذهب مكان حاطين لي اياها هون. ليش يعني؟ وبس بجيبكم فيديو جاي. باي.